عسلامة ومرحبا بكم في حلقة من بلونرد. البارح مروحة بالتران عرضتني امرأة تقرأ في كتاب متاع طاهر بن جلون ابارامون اسمه سور ما مير، ونلقى عندها سي تروك لا مارك باش فيهم فريدة. ابارامون تابعين لانستيتو فرونسي واللي هي في رو دي ليبرتي في تونس، تجمع تعمل عليها طلع، وعندهم عاملين ببليسيتي على كولتور تيك، ببليوتيك نوميريك فيها كتب افلام جرايد موسيقى اللي هو بالفرنسي. دونك جو فو كونساي تعمل عليها طلع، وعلاش لي تدبروا معناها دي فرق باش كيف نهكا محلام على الاخر. سينو باش نحكي لكم على كتاب برينسيس متاع جي بي ساسن. C'est un livre un peu féministe, ou j'adore les livres féministes. C'est bien d'être une féministe. Ben, باش مرات نبدا نحوس في مكتبة يعرضني كتاب يحكي عن المرأة السعودية، كيفاش مضطهدة عاملين فيها وهي ما قايتوسا توصل وتولي معروفة وعندها كلمتها في المجتمع etc. La femme révolutionnaire, la femme qui a défié les lois des hommes. دونك كتاب اللي ريتها الكتب اللي ريتها الكل سومها تلقاها بين 40 و 60 دينار، تلقاها 60 موسوعة يقول لك اسماء متاع برشا بنات ونساء كيفاش بداوا حياتهم، يعطيك بيوغرافي متاعهم وكيفاش وصلوا معناها. الكتاب هذايا يحكي بخاسك على نفس الموضوع اما سومها 2000 برك، دونك حاجة كبيرة. يحكي على وضعية المرأة السعودية في المجتمع الرجالي بحت، لكن هذه مش أي مرأة، هذه أميرة رويالتي. دونك في الكتاب من التالي قالك Think of a Saudi Arabian princess and what do you see? A woman glittering with jewels, living a life of unbelievable luxury. But in reality she lives in a gilded cage. She has no freedom, no vote, no control over her own life, no value, but as a bearer of sons, hidden behind the veil, she is a prisoner. Her jailers are her father, her husband, her sons. Sultana, هذه الهيروين, is a member of the Saudi royal family, closely related to the king. As she tells of her life, from her turbulent childhood to her arranged marriage, she lifts the veil and reveals a history of appalling oppression and shocking human rights violations, such as forced marriages, sex slavery, and summary executions. But هذه حكاية أميرة سعودية أصغر واحدة في أخواتها، تحكي على اللي راتوا وعلى عاشته من اللي كان عمرها 3 سنين للي وصل عمرها 30 سنة. الحاجة اللي تميزها كونها ما رضاتش بالقوانين وبالأعراف المفروضين عن النساء في بلادها، النقاب من اللي تبلغ، العرس في عمر صغير براجل عمرك ما قابلته، ختان الإناث، تعدد الزوجات، استحالة الطلاق etc. En plus فما الكوتي رومانتيك اللي كل طفلة تشيخ كي تقراه، عيشة برانسيس، الفلوس واللبسة والخرجات وتحضير العرس. أما ما وقفتش عند كان عيشة المرأة السعودية برك، جبتت على الوافدين اللي هاجروا السعودية من الفلبين، الهند، الصومال، ويخدموا غادي كالعبيد. باركونت تلقى شكون من لوروب كوم يجي كوم ميدسان ولا انفيرميي عادي يخلص ميزانية الدولة صغيرة خاطر ولد طفل، وكي تطلع طفلة يولي هو والأم غلطين معنا وظفك. إذا حكيت على السيستيم بوليتيك وغوليجيو فما برشا قمع وبرشا كبت وبرشا سكيتوفريني. الرويالتي ما همش عايشين كما العباد الآخرين، يمكن البوان كومان الوحيد بيناتهم أنه الرجل عنده الحق في 4 نساء، يعني حتى تلقاه واحد بدوي ما عندوش باش يعيش نورمال عنده يعرس بأربع نساء كل واحدة ينصب لها خيمة. So for this who want, those who want to read something easy in English, something interesting, something that combines fun with serious, I recommend this book, Princess or Princess Sultana. For GP Sasson, c'est une bonne écrivaine. Vous pouvez le trouver en PDF. Sinon, j'ai le livre هوني للي يحب يتسلفوا في أي وقت معنا نجم نعطيه لكم.
ابونيفو وان شاء الله في حلقة اخرى.